منامين النهارده عامله لنا سفره، وكل يوم هتشوفوا عندنا كل يوم سفره مختلفه عن التانيه، وحاجات حلوه وشهيه، ساعات هتبقى اقتصاديه وساعات مش اقتصاديه، على حسب. احكي لنا النهارده عامله لنا ايه. بص يا اشاور سيدي، انت تقولي. اتشاور ده عرق فيليتو بصوص الكريمه والمشروم ومع رز ابيض. وده ده سلطه بنجر، اوكي، ودي شوربه طماطم، اوكي، ودي كاب الكنافه بالقشطه، اوكي، وده وده خشاف. اموت في الخشاف. عايزه تبتدي بايه؟ نبتدي بالعرق الفليتو. يلا عرق يلا الفليتو. بينا. مقادير يا اولاد، اتفضلي. يلا، عرق فليتو مقطع شرايح، معلقه زبده كبيره ومعلقه زيت كبيره، نص كيلو مشروم مقطع شرايح، معلقه كبيره ثوم مفروم، كوبايتين كريمة لباني، عصير ليمونة، ملح وفلفل مجروش، وللتزيين بقدونس مفروم. اوكي، النهاردة عندنا أدوات مطبخ جديدة وحاجات غرف جديدة، أنت أول واحدة تستخدميها. رمضان كريم. شفتي اللي الإيديها خشب دي؟ عجباني أوي. دي خشب؟ خشب كعب، ما تفهميش ده إيه، حاجات جديدة بقى. حاجات جديدة. نحط إيه بقى؟ أول حاجة هنحط الزبدة وهنحط الزيت. اوكي، ادي الزبده وادي الزيت. وهنحمر العرق الفليتو الشرايح على كل جنب، في الزبده مش تحمير، اللي هي بنديله زي ما بيقولوا صدمه. ليه؟ يعني علشان ما يبقى جوسي من جوه. لا، اللغه الانجليزيه بتاعتها بقت قويه قوي الست دي. مش عارفه اقول ايه غير كده والله. ما تقوليش حاجه يا حبيبتي. يلا يلا نجيب ال بس نحط حطينا الزبده وشويه زيت، وشويه زيت طبعا اكيد. وده اسمه عرق فليتو. ده العرق الفليتو بقى، ده انعم لحم، انعم. بس ده مش بتلو. ها؟ لا مش بتلو، ده كان البتلو ما فيش. ممنوع البتلو عشان العجول تكبر وتخلف لنا. اوكي، بالزبط. هياخد اهو الصدمه بتاعته في لغايه ما يغير لونه. أيوة. يبيض سنه على كل جنب، على كل جنب. وبعدين وبعد ما ياخد الصدمه ويتشوح حلو، هنشيله نحطه في طبق على جنب، وهنحط المشروم مطرحه في نفس الزيت والايه والزبده. اوكي، المشروم اتحمر ودبل وبرده شرب ميته. هو طبعا بيشرب الزيت والزبده في ساعتها، لكن بيرجع. مين اللي بيشرب؟ هو المشروم، لانه اسفنجي شويه. بقول لك ايه؟ نعم. دي وصفه مين؟ وصفتي. نعم وصفتي. ما قلتلكيش حاجه. امال بتبصي لي قبل مين يعني؟ قبل عديله. اموت اغيظها، اموت اغيظها. قبل عديله. قبل عديله، اوكي. قلت لك وصفتي، كنت فاكراني بقول لك ايه؟ فاكراك هتقولي وصفة عيلة مدكور مثلا؟ مثلا. مش معقول الست دي هتجنني. طب هي اللحمة بتاعتنا اخدت، دي ما بتقعدش كتير في السوا. ها؟ لا. طب انت هنا غرفاها مع رز ابيض، احنا ممكن نغرفها مع ايه؟ لا، هو رز ابيض. طب بصي بقى، او مكرونة بيضة مش بالصلصة. عايز اقول لك على حاجة، انا بشوف ان اصعب حاجات في الدنيا اعمل لي رز. طبعا بشوف كده، ومش اي حاجة. على فكره في ناس تطبخ كويس جدا تلاقي عامل الرز مش حلو، معجن. ده بجد؟ لا فيه. مش معجن، مش حلو. هو ليه تكات؟ ايه تكات بقى؟ بص انت الاول لو هتعمل كوبايتين رز، بتحط حله فيها معلقه سمنه وعليها كوبايتين وربع ميه. اوكي. وبعدين اول ما يغلوا بتسقط الرز. يبتدي الرز على نار عالية، ولما يبتدي بقى يعمل مش ينشف خالص، لا يبقى فيه من فوق كده حبة بكابيك كده. بقى ايه؟ بكابيك كده. بكابيك. طبعا طبعا طلع لك الحاجة. اوكي. ها؟ بعدين؟ بتبتدي تنقله على نار هادية خالص وتحتيه صاجة، وتسيبه بقى مع نفسه. اوكي. وانت بقى اول يوم رمضان، مين فطران معاكي النهارده؟ ولادي حبايبي. عامله لهم اكل ايه؟ انا هروح اطبخ لسه يا شيف. انا ما عنديش مشكله. ايوه، ايه بقى الاكل يعني؟ بص، اول يوم دايما بعمل لهم ورق عنب. ايوه. وفراخ محمره، فرخه كده صحيحه،
وبطاطس محمره بحبها قوي قوي وشوربه تشيكن على كريم. يا واد انت اوكي حلوه الحته دي حلوه. بنيجي بقى نحلي كنافه بالكريمه برضو واحنا بناكل بدخلها الفرن عشان تطلع فريش. طيب هنا هنحط المشروم الفريش برضو ما تحطوش كله بس عشان اللحم كفايه. هو هيشرب في الاول الزبده والزيت ده طبيعي ما تقلقوش وهيكش مش تحطه بقى تقوله ده خلص وشرب مش عارف ايه، لا زي ما هو وتكمل. هتلاقوا له نبقى بني وهيكش بالظبط. بعد كده ايه تاني؟ بعد كده بنحط ايه فصين الثوم المفروم معايا. اوكي اوكي كلام جميل أي. ونقلب تقلبتين تقلبتين انا هذا اللي بطبخ لكم، هي بتوصف بس او مال ومال وصف تفصيلي عشان العبايه اللي هي لابساها خايفه لا ما اقدرش. وبعديه يا سيدي كده انا الريحه تجنن بنحط ايه صار. بقى الكريمه ده بقى الصوص كلها حطها طبعا بس كفايه كفايه كفايه. طبعا الفلفل بتاعه بيبقى فلفل مجروش مش ناعم قوي اهو يا شريف. حاضر نقلبها بس تقليبه ونحط شويه ملح. فلفل هنا يحطها مجروش، انا ماليش في الفكر ده بيعني طبعا مشاكل فظيعه في معدتي. هو فعلا مش طب وعلى ايه؟ بس هو الاكل لا مش مهم اوكي يعني ليه نعذب نفسنا؟ اوكي نحط فلفل عادي اهو حلو. نرجع اللحمه تاني استني بس دي فيها كذا بتاع واحطش ملح؟ طبعا ملح يتحط لازم. انت ما قلتيش اهو دي حاجه بيولوجيك يعني يا واد انت لا 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 منامين مع رمضان والانجليزي لا قويه. طيب نسيبه يتقل شويه ولا عادي؟ سوري هنرجع اللحمه تاني. ما نسيبش ده يتقل؟ لا ما هو هيتقل بقى مع اللحمه وتكمل سواها ونهدي النار وتبقى تحفه يا جماعه جربوها. ولحمه العرق الفليتو طريه وما بتاخدش سوى. طيب وجميله. هنحلي ايه النهارده؟ هنحلي كب الكنافه بالقشطه. كنافه كب كيك. خلونا ناخد فاصل كده، احنا عملنا لكم اول طبق معانا الفيليه بالمشروم مظبوط؟ ما ننساش مش ده فيليه بالمشروم؟ ده ايه ده؟ ليمون معلقه ليمون. فيليه بالمشروم وبيتقدم مع رز ابيض او مكرونه بيضه متشوحه في الزبده كل واحد ومزاجه.